ليس لي فيه رأي مخصوص، إنما هو رأي الذي يؤيده الدليل، وهو رأي الجمهور، هو أنه بحسب النية. فمن نوى أو اعتقد أن المولد عيد من أعياد الإسلام مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وأن له عبادة مخصوصة، فهذا لا شك أنه ابتداع. فهذا القسم الأول. القسم الثاني، من علم أنه نعمة، أن ميلادة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة لله على هذه الأمة تستحق الشكر، مثل نجاة موسى من فرعون وجنوده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء شكرا لله على ذلك، وقال سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وكان يصومه، وذلك في صحيح مسلم. فهذه النعمة تشكر لله سبحانه وتعالى، وهذا في خاصة نفس الإنسان، كأن يصوم يوم المولد أو يوم الاثنين دائما أو ما تيسر من ذلك، شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وكذلك أيضا القسم الثالث، من يكون المولد ذكرى سارة بالنسبة إليه تذكره برسول الله صلى الله عليه وسلم وأطواره، فيجعلها مناسبة لدراسة سنته وسيرته وشمائله والثناء عليه بما هو أهله وتعريف الناس به، فهذا لا شك مطلوب، هو مطلوب دائما، فإن محبته مشروطة في الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والمحبة مكتسبة وتزيد وتنقص، ولا يمكن أن يحبه الإنسان الحب الذي شرط في الإيمان إلا إذا عرفه، فلذلك لا بد من معرفته. وقد ألف القاضي عياض رحمه الله كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى، عندما جهل الناس حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد فيهم تلك المحبة المشروطة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، حفظنا وإياك. طبعا في كثير من الأحيان يتخذ المولد مناسبة للابتداع والابتعاد عن السنة والاختلاط المذموم والأغاني والرقص والمجون والأمور المحرمة شرعا، وهذا لا يقره الشرع في أي مناسبة كان، ولا يختص ذلك بالمولد، بل أي مناسبة فيها هذه الأمور، فإن هذه الأمور محرمة.